أما صفة القبض فوردت فيه صفات. الصفة الأولى أن يقبض يمينه أن يقبض شماله بيمينه هكذا، هذه الصفة الأولى، ويضعها على صدره بهذه الطريقة. والصفة الثانية أن يضع يده على الرسغ والساعد. الرسغ هذا هو، وهو المفصل بين الكف والساعد، يسمى الرسغ، ولذلك تضع يدك بهذه الطريق، بهذه الطريق، واضح؟ هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة ذكروا بأنه هكذا يضع، يأخذ بيده بهذه الطريقة، والوضع إما الوضع وإما القبض كله ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم.